بعد ما كنا اكثر الدول يعني نكسه في الاصابه بفيروس سي، بدات فعلا منظمات الصحه العالميه ومنظمات اخرى تشيد بدور مصر في فعلا في السير على قضاء فيروس سي. يعني عايز اتكلم مثلا عن مركز العلاج بتاعنا. مركز العلاج بتاعنا عالجنا حتى الان تزيد عن 17,000 حاله، 522 حتى الان، وهناك ما لا يقل عن 4,000 مريض تحت العلاج. 17,000 دول يا جماعه الحمد لله ربنا يعني اتعالجوا بالحاجات المستورده او الحاجات المستورده والحاجات المصريه، والحمد لله اتم الشفاء. طب نعرف المريض ازاي شفي في فيروس سي؟ لا، احنا بنديله 3 شهور حاليا، بياخد 3 جرعات على 3 شهور وبنعمل تحليل اسمه بي سي ار، بيديني ايه؟ البي سي ار ده سلبي بيتعالج فعلا. بتدخله معانا نعمل، والله عنده القدره، عنده القدره ان يعمل باقي التحاليل في مجموعه تحاليل ثانيه عشان اتاكد ان الجسم كويس وسليم ويقبل علاج. ده عنده القدره تمام، ما عندوش قدره بنعمل له قرار نفقه الدوله على حساب الدوله بحوالي 800 جنيه بيصدر له خلال اسبوع برضه، نحب كل التحاليلات سواء من هنا من بره هنا من اي مكان، مفيش حاجه اسمها ايه؟ يعني حاجه مركزيه يعني. بنعالج بدخله كتحاليل ثم علاج ثم يعالج على حساب الايه؟ الدوله مجانا. اللهم الا الموظفين طبعا بتعزي في مركز علاج في مركز التامين الصحي من حوالي 3 سنين، بدا ينفصل من ايه؟ من مرضى بتوع التامين الصحي. عندنا في مركز علاج في مركز كبير هنا كل انواع العلاج المستورد منه الشركات لمن يريد يعني، وكل الادويه المصريه متوفره بالعكس بتنتظر. بدا المركز يعني خد عدد الواردين ليه بالنسبه للفيروس. بدات الدوله تعمل في قرار وزاري صدر، لا احنا مش هنتوقف عشان نعالج فيروس سي، لا لازم نروح للناس القرى ونعمل لهم تحاليل. ما نعتمدش على المريض ده عامل عمليه جراحيه فعمل تحليل فيروس، او شاب طالع بره مصر يعمل مثلا تحليل فيروس ليه عنده فيروس.